صباح الخير صبايا، كيفكم؟ طمنوني عنكم، اشتقت لكم كتير ورجعت لكم بفيديو جديد. اليوم الروتين كتير مميز. اليوم رح تيجي تزوري رفيقتي من ايام حلب، كنا انا وياها مع بعض من الاعدادي للجامعة. هي بالجامعة فاتت ادب انجليزي وانا فتت كلية التربية، بس مع كل هذا ضلينا رفقة وصحبة ونتواصل مع بعض. فهي سبحان الله تزوجت على تركيا وانا كمان، فبهاي الفترة لما اجت على تركيا هي سكنت بعيد كتير، اخرت الطرف الاسيوي وانا سكنت بالاوروبي، فالمسافات كتير بعيدة بيناتنا. مع كل هذا انا زرتها من قبل وهي ما زارتني، فقررت تزورني، فحبيت اشارككم تفاصيل زيارتها لعندي وكيف استقبلتها. مثل ما بتعرفوا الصبايا لما بيجيكم الضيوف او بدكم تستقبلوا الضيوف بصير وقتكم كتير ضيق، فحبيت اشرب الصبح هوت شوكليت. بجيبه ظروف، هدول كتير طيبين ولذيذين، بس بسخن الحليب وبحط الظرف وبحركه بصير جاهز. يعني عن جد بنصحكم فيه، اذا حابين شي سريع ما تعملوه على ايدكم كمان كتير لذيذ. بتمنى صبايا إذا عم تعجبكم فيديوهاتي وعم تستفيدوا منها تشاركوها مع رفقاتكم عشان تكبر القناة أسرع وأسرع ونوصل لعدد كبير. وبنفس الوقت إذا حبيتوا الفيديو حطوا لي لايك واشتركوا بالقناة إذا لسه ما كنتم مشتركين. بعد ما شربت هوت شوكليت اخذت درع اليوتيوب، كنت حاطته هون مؤقتا بغرفة الاولاد بعيد عن ايدين الاولاد، بعيد عن ايدين كل حدا، فكنت عم فكر وين بدي احطه. فاول شي جبته قلت لي انظفه، بعد ما انظفه طلعت طلع معي فوق التلفزيون. فانتوا قولوا لي رايكم، هل مكانه مناسب وهل حلو؟ انا صراحه حسيته كتير حلو، خصوصا اي حدا بيزورني بيتعرف انه عندي قناه على اليوتيوب. وان شاء الله يا رب يكون حط جنبه الدرع المليون. يلا شدوا همتكم خلونا نوصل للمليون ان شاء الله. فهون حطيته، انتوا قولوا لي رايكم بالتعليقات. بعد ما حطيته جيت على غرفه النوم، انا ببلش من غرف جوا وبعدين لبرا، بلشت اضبه. يعني هي الضبط اللي بنعمله نحن كل صبح صراحة، بنضبط خوتي، بنكنس إذا في تكنيسة، هذا الشيء يلي بده البيت اليوم. أما تنظيف عميق مثل ما بتعملوه بالعادة، أنا مبارحة عملته كله، بس إنه بدي ضب البيت قبل ما تجي رفيقتي، وبشان أبلش شغل بالمطبخ يكون كل شيء جاهز بس تجيني. يعني الحمد لله بكون مخلصة كل شيء. وانا عم سوي البيت طول الوقت تفكيري شو بدي اطبخ شو بدي اعمل له، والله الواحد بيصير بيحتار. فانا قررت انه ما اطبخ اكلات حلبيه لانه هي حلبيه مثلي وبتعرف الاكلات الحلبيه، فقررت انه اعمل منسف الاردني. اكيد مو دايقته رفيقتي، هيك خطر ببالي، لانه انا لما
سوت لي يا اختي لما اجت من قطر، انا ما كنت بعرفه، فقلت لحالي كمان هيك تنبسط بشي جديد يعني. فقلت رح اسوي المنسف الاردني، ورح اسوي برك تركيه، وكمان رح اعمل مهلبيه بالبقلاوه، كتير طيبه هالوصفه. فكتير شغلات ببالي رح اشارككم اياها. فاول شي لازم روح السوبر ماركت، وبعدين شو انا بالسوبر ماركت اجتني فكره كتير حلوه، مثل ما شايفين انه انتم بتتفرجوا علي وبتحبوا تتعرفوا علي اكثر، وانا كمان بحب اتعرف عليكم. فشو رايكم كل وحده منكم تكتب لي باي فيديو تعرفت علي واشتركت بالقناه وتابعتني من هذاك الوقت؟ عم بنتظر تعليقاتكم كلكم، ومن وين ما كنتوا عن جد منورين، وكلياتكم على الراس والعين. هلا فدت على المطبخ. هلا اليوم رح اعمل منسف الاردني. المنسف الاردني بيعملوه بالعزايم، ووصفته كتير طيبة ولذيذة عن جد. اول شي حطيت هالسمنة، وبدي اقلي فيها اللحمة. اكيد اللحمة مغسولة، يلي هلا بده يجي يكتب لي بالتعليقات ليش ما غسلت اللحمة. انا ما بصور كل تفصيل بتفصيله، لانه لبكرة ما بيخلص الفيديو صراحة. في ناس كتير بيجي بكتبوا لي هالتعليقات، وبنصدم انه عن جد انه بيسألوا هالاسئلة. هلا بتجيبوا لحمة صراحة الغنم اطيب بهاي الوصفة، والمناسف كلها بتصير عن طريق خروف اللي هيك بيعملوا. بعد ما قليتها هون تغير لونها، هون بجيب مي باردة وبحط عليها. المي السخنة مو منيحة، المي الباردة لازم تحطوه عشان تطلع الزفرة لفوق، وبنفس الوقت عشان ما تكش اللحمة. بعدين هون بحط الباقة العطرية عشان الزنخافة، حطيت هيل وحطينا ورق غار. وبعدين كمان بنحط نص بصلة مثل ما كنتوا شايفين هون، بس تطلع الزفرة. شلت الزفرة كلها صبايا، وبشيل من ميتها حتى، لأن الزفرة حتى بتنوجد عن المي على فكرة. هلا أنا جبت الجميد سائل مثل الكريمة. في جميد هلا من جديد عم ينباع سائل مثل الكريمة، هاي سعر العلبة 100 ليرة. وفي جميد بيجي هيك دوائر، هداك هو الأصلي صراحة، بس هلا مشان ستات البيوت يكون سهل عليها عم يجي هيك الجميد. هلا ومن وين بشتري الجميد؟ أكيد من أي محل أو سوبر ماركت سورية بنوجد عندهم هدول الشغلات. الجميد كتير ضروري، من دونه ما بتصير الطبخة. بعد ما حطيت الجميد من دون ولا اي شيء، هون كنت جايبه جميد نوع تاني مثل ماجي كاتبين عليه، فانا استغربت منه، فقلت لحالي لاجرب منه قطعتين. صراحه ما عجبني، ما بنصحكم فيه. اما الجميد السائل مثل الكريمه كتير ممتاز، حطيت منه 2، حسيت عطى على ماجي، وبنفس الوقت صفر اللبن. هو الجميد لازم يكون ابيض اكثر من هيك، عرفتوا؟ بس يغلي الجميد بيسمك يعني. فهون انتو بتضيفوا له مي، في ناس بضيفوا مي عادية مثلي، وفي ناس بضيفوا مية اللحمة، فانتو اللي بتحبوا. انا مية اللحمة بدي اتركها لاطبخ فيها الرز مشان المنسف، فمشان هيك ضفت مي عادية. بضيف مي عادية يعني قد ما بدكم، يعني الكمية منيحة. يعني انا اول شي ضفت مي شفته قليل، رجعت ضفت بعد شوي، لانه ما بتلاقوا الا هو عم يغلي عم يسمك لحاله. لانه هلا انتو مثل ما شايفين انا سلقت اللحمة بس نص سلقة، بجيبها بعدين بكمل سلقة مع الجميد، بتركها حوالي ساعة او ساعتين. هون رح اترك اللحمة على جنب شي ساعة، وبعدين برجع لها وبتأكد اذا استوت. هون جبت عجينة البقلاوة لأعمل البرك بالبقلاوة، وبنفس الوقت الحلو المهلبية بالبقلاوة. اول شي جبت هاي الجبنة المثلثة، كتير طيبة بالبرك يعني التركية، وكتير لذيذة. انا بحسها حتى على الفطور الصبح كمان لذيذة، احسن من باقي الماركات. بس الجبنة السورية البلدية اطيب يعني، لما بجيبها من عند السوريين هي اللي اكتيتها باكل على الفطور. اما هاي للبرك طيبة. هلا هون هاي البقلاوة، عجينة البقلاوة طلعت هيك المجلة كتير صغير، وعن جد انه ممكن ما انا واضح عليكم، بس كتير المجلة عندي صغير. فانا هون قررت اجيب هاي الطاولة وامدها واشتغل عليها. هون كنت مدوبة سمنة، بتقدروا تدوبوا زبدة اذا عندكم، وبتقدروا تدوبوا سمنة اذا عندكم، فاللي بتحبوا. بجيب حوالي رقيقتين
وبعدين بحط السمنة هيك بدهنها بالسمنة، بعدين نفس الشي بعدين بجيب كمان دقيقتين تانيات وبحطها فوقها، هون كمان برجع بدهنها بالسمنة. هي آخر اتنين، يعني نحن حطينا حوالي أربعة بس. بتقدروا تحشوها شو ما بتكون، انا حشيتها جبنه، بتقدروا تحشوها زعتر، بتقدروا تحشوها لحمه، بطاطا، شو بتحبوا. بعدين بلفها مثل ما بكون شايفين وبحطها بصينيه الفرن. هيك بكون خلصنا. رح ارجع اعمل لكميه كمان زياده لانه لازم اكثر من وحده، عرفتوا؟ وبعدين رح افرجيكم كيف رح تكون نهايتها. هون قعدت لكم كأنه عم في شهري بالعجينة البقلاوة. هلأ هون رح اعمل الحلو بعجينة البقلاوة، بفتت البقلاوة وبدهن صينية الفرن مثل ما شفتوا سمنة، وكمان برش عليها سمنة. بتقدروا تستخدموا زبدة مثل ما قلت لكم. بكوني بشغل الفرن من تحت، بحطه من تحت وبعدين بحطه من فوق على درجة حرارة 210 دقائق. هون رح اعمل المهلبية، حطيت كيلو حليب، حطيت معلقتين نشا، ورح احط معلقتين طحين، ورح احط كاسة سكر وصفار بيضة، ورح شغل النار، واخر الشي رح نحركها نحركها، وبس تغلي نشوفوا شو رح نعمل. وهي البرك خلصت. هون انا بدي اعمل الصوص، فحطيت شوية حليب وصفار بيضة ومعلقة سمنة وشوية زيت نباتي، وهلأ بدي احركهم منيح منيح وندهن وشها. هدي هي بتساعد انه وشها يطلع هيك لونه كتير حلو، بنفس الوقت بتعطي نكهة كتير طيبة. فهلأ انا رح ادهنها كلها. بتحبوا تحطوا لها سمسم، حبة بركة، اللي بتحبوا. اذا ما بتحبوا تحطوا لها كمان بيصير، ولازم نقطعها لانه اذا ما قطعتوها بس طلعت صعب تقطعوها، فلازم تقطعوها قبل وبعدين تدخلوها على الفرن. رح نحطها بالفرن من تحت 10 دقائق ومن فوق كمان 10 دقائق وبتصير جاهزة على درجة حرارة 200. هون المهلبية غليت، بعد بس تغلي بتسمك، بس تسمك بنضيف لآخر الشي ظرف فانيليا ومعلقات زبدة، وهيك بتكون جاهزة عنا. الحلو بقي نسكبه بالزبادي. أول شي بحط البقلاوة اللي أنا فتتها، وبعدين بسكب مهلبية مثل ما كنتم شايفين. تقدروا تعملوها كمان بالشوكولا بس بتضيفوا كاكاو عليها. بعدين الطبقة الثانية كمان رح أرجع أحط من عجينة البقلاوة، وآخر طبقة من المهلبية، وهيك بصير جاهز معنا الحلو كتير طيب ولذيذ. هون الصبايا قربوا يجوا ضيوفي، قلت لبلش لأعمل الرز للمنسف. فأول شي حطيت السمنة وراح أضيف الزيت النباتي. الزيت النباتي بيخلي الرز يعطي لمعة، وبنفس الوقت كل رزاي تكون أخت الثانية، يعني مفلفل كتير. هلأ أنا ضفت الرز، أنا هاي بالعادة أنا ما بعمل هيك الرز، بس بهاي الطريقة بهاي الوصفة لازم ينعمل هيك الرز، لازم نقليه مع السمنة والزيت. بعد ما قليه رح اضيف له الكركم اجباري، لانه اللي بدنا اياه يعطينا هذا اللون الاصفر الحلو للمنسف. وكمان بتضيفوا له هيل مطحون، انا ما ضفت له، بتقدروا تضيفوا له هيل مطحون. بعد هيك ما احركه ويتلون اللون اللي بدي اياه، هون بضيف مرقه الرز، قصدي مرقه، اسفه مو مرقه رز، مرقه اللحمه. بضيف مرقه اللحمه، انا كل كاسه رز بحط كاسه ونص مي او كاسه وربع حسب ما يكون نوعيه الرز، عرفتوا؟ فإذا نوعيته منيحة حطوا كاس وربع، إذا نوعيته مو منيحة كاس ونص. ونسيت أقلكن إنه نقعت الرز حوالي ساعة ساعتين، كل ما نقعته أكتر كل ما كان أحسن وأحسن.
الصبايا نسيت اقلكم شغله مهمه، شفتوا انتو الرزكة على نار عاليه بس يغلي بحطه على نار وسط، وبعدين بشتغل كل شيء على النار الوسط، اما النار العاليه ما بنضل مشتغلين عليها. هون بدي اسوي المنسف، هون اجوا ضيوفي، حطيت خبز تنور رغيفين وسقيتهم بالجميد، وبعدين بلشت اضيف الرز بعد ما استوى. بتعرفوا انتو اخر شيء بنهدي على الرز كتير. بعدين بعد ما ضفت الرز كمان سقيته، بعدين حطيت اللحمه، وبعدين رجعت كمان سقيت اللحمه بالجميد مشان يتسقى قدر الامكان الرز واللحمه والخبز، وهن بياكلوه على فكره بالتنور، خبز التنور والرز واللحمه يعني هيك بايدهم. واخر شي ضفت المكسرات، كان بدها بقدونس بس ما بقي عندي. عن جد وصفه كتير رائعه، عن جد اهل الاردن عن جد ابدعين ابدعين كتير بهالمنسف، بنصحكم تجربوه. تعرفوا انه الضيوف اول مره بدوق المنسف الاردني، كتير كتير حبوه، حتى رفيقتي قالت لي انه خلص انا ان شاء الله بدي بس ارجع بيتي بدي اجربه وبدي اخذ الطريقه منك على اليوتيوب. فان شاء الله يا رب تكون الطريقه السهله بالنسبه لي، يعني انا كتير حسيتها سهله ما فيها صعبه خالص. اخر شيء حطيت الحلويات وحبيت زينهم بالفستق الحلبي، وسوينا القهوه وصارت الساعه 10، وانه بدهم يلحقوا المترو قبل ما يسكر لانه المترو بيسكر بعد الساعه 10، فمشان هيك يعني ما قدرت احط شيء ثاني، كنت حابه احط فواكه وشغلات ثانيه ما قدرت. ان شاء الله بالايام الجايه بالزيارات اللي جايه، لانه هلا لا هو اسهل وعرفوا الطريق وكذا، فصارت جاي اسهل يعني. صبايا بالفيديو السابق طلبتوا مني انه هيدا الغاز الصغير كيف بتعبيه، في هاي العلبة بشتريها حصرا لتعباية القداحة او الولاعة، نفسه هو يلي بتعبيه الغاز، يعني ما باخده لمكان محدد. هاي العلبة بتجي هيك سعرها 5 ليرات، بشتريها من اي محل ببيع ادوات منزلية وهالشغلات، عرفتوا يعني بنسميهم بتركيا عصرونية. هون حبيت فرجيكم الهديه اللي جابت لي رفيقتي، فرجتني قمت لا ما راح افتح، راح افرجيها للمتابعين ولعائلتي كمان، كتير حبيتها. وكاتبت لي بالكارت منزل مبارك، يعني بتحكي لي كانت انا ماني خبر بس هي حكت لي، فحبيت فرجيكم. وهذا جايبت لي هذا الاحرام كتير حبيته، عم فكر حطه بغرفة النوم يعني بيطلع كتير حلو، هو هذا اللون البيج والابيض لغرفة الصالون وغرفة النوم، فانتوا قولوا لي رايكم حطه بغرفة النوم ولا بغرفة الصالون. وهون القهوة صارت جاهزة، إن نرجع نشرب فنجان قهوة تاني، مع إنه الساعة 10 صراحة وقت كتير متأخر، بس نحن بنحب القهوة صراحة يعني، وبنحب نشرب بوقت متأخر، ما بتأثر على نومتنا الحمد لله. إن شاء الله يا رب تكونكم حبيتوا الفيديو واستفدتوا منه واستمتعتوا فيه مثل ما استمتعت. إذا حبيتوا وعجبكم حطوا لي لايكات واشتركوا بالقناة وشاركوا الفيديوهات مع رفقاتكم، وخصوصا أهل الأردن لازم يفجروا هذا الفيديو لايكات كتير على هالمنسف الحلو واللذيذ، وعن جد جربوه وبنصحكم فيه. وهلا بقلكم بشوفكم فيديو جديد، وهلا بقلكم باي.